الرستان 20/10/2012. هذا ما خلفه قصف الطيران الحربي والمدفعي على منازل المدنيين آمنين. مرحبا. بس ممكن تحكي لنا عن أوضاعكم هون مادية ومعنوية ومعيشة، شلون عايشين؟ أوضاع شو؟ أوضاع الزفت بالمرة. الأمور منتهية. كله غلي بغلي، كهرباء ما في، مي ما في. قصف بالدبابات، بالمدفعية، بالهليكوبتر. حتى ما خلصنا من هذول جاب لنا الميج 23. قنابل عنقودية. شو بدي أحكي لك على الأوضاع؟ أنت شو بتشتغل؟ هون أنا بعد ما استشهد أخوي طوعت بالجيش الحر. لا قص راسه ولا بشار الأسد الكلب. وعم بيقولوا عنا إرهابيين، خيو إرهابيين. اللي بدهم إياه. بس راس بشار بدنا نجيبه لو بيكون سبع أرض. طيب شو بتوجه أنت كلمة للنظام، للعالم الخارجي عم شوف هيك مناطق؟ عالم خارجي، في عالم خارجي؟ لو في عالم خارجي كانوا من زمان نهوا له الكلب. ما في عالم خارجي أصلا. اللي ما بعترف فيك لا تعترف فيه. مين ما كان يكون، في عرب في اسلام؟ لو في عرب وفي اسلام كانوا على قلية شالوا لها الكلب اليهودة. طيب انت هون استهدفوا بيتك كونه بالجيش الحر يعني؟ شو بس بيتك؟ بيوت كثير، بيوت الرسن كلها. حتى المزارع ما خلصت من شره. حتى الملاجئ. حتى انك شو الواحد بده يحكي؟ ليش ما لهم بين ما شايفين العالم الخارجي؟ يعني حتى احكي انا حتى يشوفه؟ يلا بينكم. لو في عنا اسلام كان من اول، وكان في عنا قادة اسلاميين كان من اول صار هالشي كله، كان شال هالكل. بس ما في اسلام. واللي عم بيقولوا دول الخليج وغيره 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 وهالاسلام وتركيا وهيك واسلاميه، هدول ما لهم اسلام. هدول اصلا يهود قبل من هدول. لو في اسلام ما صار هالشي. ولا سوى هالشي هالكلب هذا. طيب رح تستمروا انتوا بالثورات؟ باذن الله رح نستمر حتى اخر قطره من دمنا. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. وبدنا نجيبه لهالكلب. ان شاء الله. كل حال ما نطول ان شاء الله. اذا هذا هو حال منازل المدنيين الامنين بعد ان تم استهدافها بقذائف الهاون والدبابات والطيران الحربي. الله اكبر عليك يا بشار.